بعد الرحلة الطويلة اللي ديناها من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلس على الطريق رقم 1، انطلقنا مجددا من لوس أنجلس إلى لاس فيغاس. لفاتوا هذه الحلقات السابقة روح يشوفهم ويكمل معنا المغامرة. قبل ما نبدو ما تنسوش تعطوني لايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم وتدعموني. مباشرة بعد ما وصلنا لاس فيغاس ذهبنا للفندق، تم الليلة فيه لعائلة هو 100 دولار. راح نقيموه ونشوفوا إلى سعره مناسب ولا رخيص ولا غالي شوي. مرحبا بكم في لاس فيغاس. شوف لقينا بلاصه في اي بي منا، راح نشوفوا العرض تاع بلاجي مع يعني هذا مدخل تاع ريستروم. شوفوا فاش شرحت القفل عسل تاع الهبل. بدينا نقربوا العين للمكان، ادرينالين بدا يطلع، الحماس مع الدهشه في نفس الوقت. وبالفعل وصلنا الى اعظم مسرح في العالم لدعم المواهب في برنامج ياتي مره كل سنه اسمه. اذا راح نبدا نهارنا والاكتشاف تاع الاوتيل هذا من قاعه تاع الرياضه، راح نديروا سبور يا ربي 30 دقيقه ولا 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. المهم نديروا الرياضه في نهارنا، لانه كاين اللي يقول لك راك في فيكيشن ولا علاش تدير سبور استمتع. لا بالعكس، الرياضه هي اللي تخليك وتنشطك اكثر وتخليك تستمتع بنهارك، فلازم تحرك هذاك الجسم ولو 30 دقيقه. يا حسون هيا حسون. كملت مع حسن قال لي الليمون، هيا اجري اخدم. بس نوريكم هذه تاع لابار فيكس، بصح شوفوا واش دايرين للناس اللي ما تنجمش ولا للبنات ولا حاجه، هذه اللي تساعدك باش تخدم. بك نوريكم. بسم الله. تخدم سلولي يعني بشويه، سي تحكم في الحركه، سي تركز مع الحركه، تحس بالحركه، تحس بالعضله تخدم، كونسونطري معها، تركز معها. شو كاين؟ عندك كاين هادي وكاين بيان. حسن كاين بلاي. وهذه لعبه معروفه تاع الامريكان شغلها. وانا هنا احنا عندنا بابي فوت وهما عندهم هادي. روم جيم هادي سموها. كمل طيحوا. يس. تيقنت في هذه الرحلة أنه لا يوجد أجمل من وقت أنك تمضيه مع عائلتك، وما يسمى بالكواليتي تايم يعني جودة الوقت. يعني الأعوام الأخيرة كنت مركز بزاف على نفسي، مركز على أهدافي، على طموحاتي، أحلامي، وكنت نضيع وقت بزاف وأنا بعيد على عائلتي. لكن في هذه المرة وخصوصا في هذه الرحلة حسيت بواحد الحاجة اللي الناس كامل تهضر عليها لكن ما كنتش فاهمها، واللي هي الكواليتي تايم يعني جودة الوقت اللي تمضيه مع عائلتك. يعني ماشي انك تمضي وقت مع عائلتك وعقلك في مكان اخر، جسمك هنا وعقلك في مكان اخر، يعني انك تخرج مع عائلتك، تدير نشاطات، تعطيهم تركيزك، وقتك، عقلك. جماعة صدقوني والله ما كاش اجمل من وقت اللي تمضيه مع عائلتك. اللي راح يعزز من الروابط الأسرية ويطيل في العمر ويضمن السعادة والصحة الجيدة، أهم شيء راح تخلق ذكريات اللي تبقى عالقة في ذهنك للأبد وتعيش معك. خصصوا وقت لعائلاتكم وأولادكم قد ما تنجموا، لأنه هذا هو الأساس وهذا هو الأساس. اذا بعد ما اكتشفتوا الاوتيل معنا خليني نقول لكم على البري تاعه. بري تاعه حوالي 120 دولار. لما تكروا قبل بشهر بشهرين راح تلقوا لي بري رخاص، ومعروفه لاس فيغاس فيها لي زوتيل رخاص يعني.
خاصه تستغلوا البول ورانا في فصل الصيف، يعني الاوتيل تستغلوه يعني احسن استغلال. 120 دولار وعائله حنايا تاع 6 ولا ما شاء الله، يعني ما بري مناسب لينا بزاف. بالنسبه للبري تاع امريكا راح يدير لكم البري في الاولى بلا تاكس وبلا في، كاين واحد الفي يعني واحد العموله يدوها يقولوا لها سيرفيس في ولا ماش عارف تاع النقاط تاع حاجه كيما هكا ما يبينوها لكش. مثلا يقول لك هذا الاوتيل ب 100 دولار بصح كي تجي تخلص وكون ما تكونش عارفها قادر يقولوا لك الليله ب 300 دولار 200 دولار تنزاد، يعني ضعف البري. وصرات لي خطره انا، لكن هذه الخطره فقت بها. علاش؟ قلت لها ما نسحق سيرفيس في، ما نسحق سيرفيس في كيما كيما شفت في الابليكاسيون خلصكم. فقالت لي راح نديروا لك ويفر. واش معناه ويفر؟ معناه يقلعوا لك هذاك الفي تاع الروم. وكاين لي زوتيل اللي يفرضوه عليك، مي هنايا ما فرضوش علينا الحمد لله. فخلصنا غير واش شفت في الابليكاسيون 120، خلص 120. هذه مهمه جدا، سيرفيس في دائما سقسوا عليه وشعال البري. إذن مرحبا بكم في لاس فيغاس، في أشهر شارع هنايا هذا البوفوار اللي رانا نتمشوا فيه. إذن مرحبا بكم في نيويورك. جماعة شوفوا هادو داخل لي زوتيل، شوفوا كل شيء مصغر. علاش؟ مدينة نيويورك بها لا برودواي غرينويتش حتى الطرقان، شوفوا هذا كل شيء صغير. فنسخة مصغرة على نيويورك، وكاين تاني نسخة مصغرة على باري، كاين نسخة مصغرة على كثير من المدن، فراح نشوفوهم مع بعض. عجب عجب. مرحبا بكم في فينيس، شوفوا حتى السماء ودايرينها مدينة مصغرة على فينيس. هنا في الأوتيل سموه فينيشن، راه يغني من بطليانية. شوفوا هذا المدخل لاك دو تريون، لاك دو تريون. ما عندكم لا تور ايفل منا. مرحبا بكم في باريس، هذه باري. كي روحتي لباري حكينا على باري. وصلت بروميير ايطاج هذاك. وصلت بروميير ايطاج تاع لا تور، تاع لا تور ايفل. زوج. زعما حنا رانا داخل لا تور ايفل. هادو كرعينها. زعما حنا رانا في حنا رانا في وسطها وهذا تسمى. هذيك تسموها بلاص؟ هنا لاسونسير يطلعوا منها. واه. يطلعوا لا تور ايفل. لا تور ايفل. الماء كما راكم تشوفوا مورانا بلاجور، راهم دايرين العرض هذاك تاع الماء، ما لحقناش عليه لكن كل ساعة كاين عرض. العرض بدا. يعني هذا مدخل تاع ريست روم، شوفوا في شو شرح تلقوا في ال عسل تاع الهبل. واو شكلها لاس فيغاس معروفة بعروضها المباشرة، سواء في الرياضة مثل الأمامي و WWE أو الموسيقى أو عروض المسرح. وأنا لأول مرة راح نحضر شيء لطالما حلمت به. دخلنا البارك جماعة، هنا راح يديروا العرض في لكجر هوتيل، هذا البيراميد هذا مستمتينه من إيجيبت. ممس حسونا بول صافا شوية هايلة. هيا هيا نارو طبيعي، هيا خب خب تغشي لكم مخليين. حشيب حشيب والله. Excuse me, where's the entrance for down the stairs and the first right. Thank you. هيا هيا حشيب والله. هيا نجمون هيا. بدينا نقربوا العين المكان، الادرينالين بدا يطلع، الحماس مع الدهشه في نفس الوقت. وبالفعل وصلنا الى اعظم مسرح في العالم
لدعم المواهب في برنامج يأتي مرة كل سنة اسمه AGT Americans Got Talent. برنامج المواهب يعني American Got Talent تستقبل مواهب من كل العالم مش من أمريكا فقط. يعني The dream came true, American dream. يعني تقدر تحقق هنايا في AGT وبزاف قصص ملهمة. كودي لي واحد من المتأهلين لنهائيات الاي جي تي العام الماضي، فعلا صوته معجزة. لكن المعجزة الأكبر أنه قدر يثبت للجميع أن الإعاقة مجرد وبعد عرض كوديلي جاء عرض المتوج بلقب الاي جي تي العام الماضي الساحر داستن تافيلا. هو ايضا لديه قصة ملهمة، والملهم في الامر وفي عروضه انها هي تحفيزية اكثر مما هي خفة يد وفقط. Trying to impress you guys with more magic. What I really hope to do is to remind you, all of you, that you are the magic. This is my reminder to all of you guys to walk out these doors tonight to be magic and to care for somebody. And hey, look, thank you, sir. Thank you. Do you want to see the cast? My name is Dustin Tavella with the American Got Talent in Las Vegas Live. Thank you guys so much for being here tonight. فعلا يعطيك أمل في الحياة على شكل انترتينمنت ترفيه. ماجيك. The magic is inside of all of us. شفنا عروض كثيرة وكلها ملهمة والموهبة حاضرة فيها لا تغيب، لكن فرقة الرقص بالألوان صراحة أبهرتني. يا درا حسن ليه؟ شوف ما تقدش تلقى متعة أكثر من هذه في ستيج ولا في لايف كما هذه أمريكان غات تالنت. يعني واحد من الأحلام تاعي يتحقق ضروري. موهبة والله ما قدرت نعرف شنو نقول. السلام عليكم. ما كنتش متخيل كاع غادي نجي أمريكان غات تالنت. غادي نجي عادي طردوا لا دروك. عندهم شوق ضافر. اي ما كلشي جا بالخوف، مانيش عارف الشعور كيفاش نحكي لكم، لكن كلشي فات بالخوف ودروك لقينا الروح وكملت كملت القصه وكملت الحكايه. وين دروك حسن؟ غادي توحش هذا الحسونه روعه. غادي توحش اخويا، غادي توحشك، غادي توحشك، غادي توحش يوم غادي توحش يوم. راه مشاور تما دروك، انا رايحين ديريكت المطار نوصلهم. إذن مانيش باغي نقول لكم وصلنا لنهاية الرحلة، ماشي نهاية الفيديوهات والفلوجات، مازالت متواصلة أكيد. وصلنا لنهاية الرحلة، هذه الرحلة اللي درتها مع العائلة اللي بزاف بزاف سبيشال، وهذه الروم تاني غريبة الأطوار اللي راح نقعدوا فيها اليوم وغدوا نسهروا إن شاء الله. إذن وصلت الأهل للمطار، وهذا واحدة من الأسباب اللي خلتنا نجو لاس فيغاس، أنه التيكت رخيص بزاف لنيويورك خاصة في جوان. تخيلوا من وين سكن أنا في سان فرانسيسكو، حوالي 400 دولار للشخص وان واي، يعني اتجاه واحد. فهنا لقيناه حوالي 120، وحنا ديجا كما شفتوا كنا دايرين رود تريب من سان فرانسيسكو لوس انجلوس، قلنا علاه ما نكملوهاش لاس فيغاس.
ونقعدوا شويه تما ومن هاي يروحوا في الايروبو يروح ومن هاي يروحوا بالطياره. لكن راح نختموها بحاجه غريبه جدا. هذه الروم اللي كريتها دقيقه تاليه حوالي 45 دولار فقط، تخيلوا، فقط باش نرقد فيها باش ما نروحش. خاش الى وليت لسان فرانسيسكو حوالي 9 ساعات ممكن، يعني خاصه في الليل ما نبغيش نسوق في الليل بزاف، فراح نريحوا. بقى معايا اخي الليمون يعني لحد الان كل شيء عادي. هالا الروم، هالا اللي تاعي تاع خويا، التلفزيون، مش عارف انا دوش، كل شيء عادي، لكن الاطلاله ماشي عاديه اكيد. شوفوا حسب قعدت في تايم سكوير، يعني ربي سقتي ما ديش تحبتوا، راهي ديجا راهي 12 ما على باليش قد تحبتوا. هم دايرين النوت اللي يخرجوا على الزوج، يعني يكملوا هذا ماشي حفل، هي طريق. شوفوا وصلنا لنهاية تاع الرحلة تاعنا. الحمد لله فاتت بخير، ما كانتش هكا كيما نقولوا حنايا هذوك لي زام بريفيو ولا الحاجة ما توقعهاش تحدث لك في الطريق. الرو تريب يعني فيه بزاف المخاطر، ممكن تحبس لك السيارة، ممكن. الحمد لله يا ربي الحمد لله. والرجوع. والسلام عليكم.